طيب بص يا ولد، يعني اولا كده خلينا في بدايه المحاضره تسلم ايديكم على شغلكم ومجهودكم الحلو. يعني انا حبيت اسجل الكلام ده، انا قلته قبل كده بس حبيت اسجله يعني. طيب نعم. تعالى بقى نمسك زيتونه زيتونه واحده واحده من المشاكل اللي قابلتكم ونبتدي نحلها ستيب باي ستيب. دلوقتي مصطفى او احمد، تقريبا احمد ولا مصطفى اللي سالني على موضوع الدولاب. أنا من المسلمين. طيب بص يا مصطفى، دلوقتي انت في عندك الدولاب ده حاجه من اتنين. احنا اولا خدنا الحاجات دي كلها لمجرد ان انا اقدر اروح اركب شيء على شيء، اعرف اركب الاوبجكت بتاعتي كانها بازل بالظبط. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت الدولاب هل هروح اجيب بوكس مثلا كده، وهل هروح اجيب مثلا بوكس تاني اصغر منه كده مثلا واروح افرغ الاثنين سوا؟ هل ده متاح؟ اه طبعا متاح، ده متاح، وخدناها كده بس سريعا قوي بالحب المره اللي فاتت واحنا بنتكلم، او يمكن المحاضره الاولى. امسك الكبيره واجي هنا كده من كومباوند بروجكت واقول له هنا في ادي برو بوليان، واقول له ستارت بيكينج، واروح واخد الصغير. اعملها كوبي بالك الاول. طيب، بس هنا في عندي بس مشكله دي هتقابلني لما يجي ياخد ماتيريال. لو انا حبيت اروح، طبعا الكلام ده مش اكل، احنا لسه هناخد السناب النهارده. احنا اخر ما خدنا ايه المره اللي فاتت؟ سناب الكرسي. خدنا السناب. طيب هل في حاجه ممكن تساعدني اسهل من كده؟ اه. طب ايه هي الحاجه دي؟ ان انا هاجي من هنا كده، ابسط حاجه انا ممكن اروح اشتغل من هنا واقول يا مصطفى، يعني هاجي هنا كده يا اولاد في الاي اي سي، واجي اخد وول واجي اقول له لو سمحت انا محتاج اخد السناب. ايه ده؟ طب بس انت اديتني الول دي عشان الحوائط. لا مش شرط عشان الحوائط، انت ممكن تيجي كده بمنتهى الاريحيه كده، تبقى انت ماشي على عندك على الارض، واحنا عارفين قيمه كل مديوله من المديولز دي مساحتها قد ايه، ان هي المربع الصغير يا مصطفى. طيب فانا كده عملت خلاص ادي الدولاب. طب ثم كده فاضل الدرف، والدرف هعملها بنفس القصه، هاجي هنا كده واقول اوبجكت، واجي اروح جاي واخد من دي لحد الايدج، ثم اديها التكنس او التخانه. جه كبير مفيش مانع، ممكن اجي يا مصطفى واجي اغيره منه، ثم هاجي اخد شيفت واخدها الناحيه الثانيه. نفس القصه في الترابيزات، نفس القصه في الحاجات دي كلها. طب الترابيزات هعملها ازاي؟ نفس الموضوع، هاجي اخد من هنا ادي الاي اي سي، وهاجي اخد وول وارسم علبه الترابيزه. طيب ثم واقفل. طب الشكل اللي موجود عندك من جوه همشي كده، أنا شايفنا؟ عملت كده اه. فهي مجرد ايه، ان انا اقدر اروح اركب بازل عندك على مين، على الشكل فقط يعني. بس عملت المكتب نفسه بالبوكس عادي. حلو. اه طبعا. بص، الحاجه الاسهل والادق واللي يسهلك الوقت انت تشتغل فيه، اخدت بالك؟ احنا اهم من احنا نشتغل يا اولاد، اهم حاجه ان انا افكر ازاي اشتغل، دي اهم حاجه عندي. وصلت؟ أنا البوكس اللي على الدولاب لما عملته اتفرغ من ناحيتين. لا ما يطلعش من ناحيتين، ما انت ممكن تطلعه ما تخليش الحته غطسانه جوه، يعني انت ممكن ما تخليهوش ان هو داخل جوه قوي يعني. ده تمام. كرانين ندى، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ لكن ندى محمد علاء، على فكره انت عليكم تحتك يا دكتور. انت عليكم تسكين زياده عشان دخلتوا وما سلمتوش عليا. ازيك يا دكتور؟ لحقت نفسك انت علاء، ماشي. لا طيب دكتور، قول يا فنان، ازيك لا بس انا مع حضرتك. حبيبي يا عمرو؟ حبيبي تسلم ايديك قوي يا عمرو، يعني تسلم يا شغلك دكتور، رائع وممتاز يعني، ربنا يخليك يا دكتور. وعشان خاطرك هبتدي بالزيتون الحلوه دي. طيب تسلم كان ألف في من ضمن الاساينمنتس اللي هي بتاعت المره اللي فاتت، اللي هي موضوع السراير او شغل اللي هو المخده او الكلام ده، مش عارف حد عارف يعملها اه ولا لا. ودي كانت زيتونه، تمام. حد سالني منكم المره اللي فاتت وقال لي نعملها ازاي. ده كانت الملفات اهي بتاعت الانتيرير مثلا بتاعت المره اللي فاتت، وكانت اهم حاجه فيها اللي هي موضوع المخده، وهي للاسف هي بتحتاج عشان تيجي نفس الشكل ده محتاجه حاجتين، والاثنين اتقل من بعض. اتقل من بعض مش شرح، لا اتقل من بعض عشان محتاجه جهاز كويس، محتاجه السيجمنتس بتاعتك تكون كتير، واحنا اتفقنا الموضوع السيجمنتس ده لازم يجيب لك حساسيه بالظبط بنفس اللفظ وانت بتستخدمه، عشان هي اصلا اصل القصه بتاعت السيجمنتس بتديني مرونه اه على عيني وعلى راسي، تمام؟ بس هي الفكره كلها انها بتقيل على الفايل، فخلاص انت محتاجها فانت هتعملها. طب انا هعملها ازاي؟ الاول انا هروح اجيب مثلا اي اوبجكت من ضمن الاوبجكتس وليكن مثلا شامفر بوكس، اهو في السناب اهي وراح جايب شامفر بوكس، ماشي. ايه رايكم في المخده دي؟ ولا مش مخده؟ مش مخدم. مش مخده اكيد. تعالى هنا كده خليها 40 سم في 60 سم، ثيكنس مثلا خليها هنا 0.5. دي مخده ايه دي اللي على الارض دي؟ ما انا هقول لك دلوقتي. اهم حاجه للاسف انت هتزود سيجمنتس، وحذاري وانت بتزود السيجمنتس. طب ثم بعد ما انا جيت زودت السيجمنت، طب انا هعمل ايه؟ هتلاقي في عندك من موديفاي في امر مهم، امر اسمه كلوز. اسمه كلاس اه بيعمل ايه كلوز ده؟ كلوز ده ينفع. بيعمل حاجتين واحنا هناخدها. هتيجي هنا كده من موديفاي وهاجي اقول له لو سمحت اديني هنا الامر اللي هو بتاع كلوز. طب ده بيعمل كلوز ده؟
اولا بيديني امكانيه ان انا اعمل شكل مخده وبينفخها. بينفخها؟ اه. طب ازاي؟ بس شرط ان انت تيجي تديله هنا ايه الخصائص بتاعت المخده. هتقول والله المخده اللي هي اساسا 40 سم 60 سم، وخلي بالكم الجزئيه بتاعت المقاسات دي، ان المخده بتاعتك دي عباره عن كلود ماشي خامته قطن. حلو قوي. استنى استنى، هو انت هنا هتدي ماتيريال؟ لا انا مش بدي ماتيريال، ده انا هنا بوصف له انسيابيه القطن هتبقى عامله ازاي، انسيابيه كشكشه القطن هتبقى عامله ازاي. طيب يبقى انت كده من الشاشه دي هتقول ان هو عباره ده عباره عن كلوز خامته قطن، وان البريشر او الضغط بتاعها هضغطها على 30. هو انت قصدك ان الضغط المختلف بيديك اشياء مختلفه؟ اه طبعا. وهقول له اوكي، مش هعمل اكتر من كده يعني، وهعمل لكم ليه دي برين سكرين وخلاص. RT2J7J. طيب واقول له اوكي بقى. طيب ثم اه بس معلش، اللي جرب بينكم هيلاقي المخده بتطير، اه فهو لازم مضطر ان تعمل هو يقفل مين؟ لو حد شايف. بريفيتي. اه انا بشيك بس، بقول حد شايف عشان اتاكد بس ان الصوره واضحه بالنسبه للكل. فانا كده قفلت الجراف، يبقى انا كده ما عملتش اكتر من كده. واجي اقول له لو سمحت اعملي هنا ايه؟ سيميليت لوك. شايف حاجه؟ خلي بالك هو ستيل لحد دلوقتي شغال. اوعى حد منكم يفتكر يشتغل او يجرب يعمل حاجه وده شغال، ان هو كده كده الماكس هيعلق معاه وهيقفل الجهاز مش مستحمل. هو في الباك جراوند شغال اهو عمال يعد سيموليتنج كذا وبوينت كذا وعمال يعد. لما تخلص الشكل اللي على مزاجك والكشكشه اللي انت شايفها دي تيجي على مزاجك انت، تروح انت جاي قافل سيميليت لوك. حد معايا؟ مخده ولا مش مخده؟ طيب بس انا عندي بقى مشكله. الطبيعي ان انت مش هتحطي مخده واحده على السرير اللي انتوا عاملينه ده، انت هتحطي اكتر من واحد. فهاجي يا عمرو، الطبيعي والمنطقي زي ما قلت لكم كده بالحب، احنا خدنا المره اللي فاتت كابيو نيسنس وريفرنس، فهاجي هنا كده شيفت وراح واخد دي كده وهاخدها كابيو. ايه اللي حصل للنسخه الثانيه؟ رجعت كما كان. طب ايه حلها في الزتونه دي؟ لما هتيجي تاخد كابي عندك حاجه من اتنين، يا اما دي تاخدها انستنس فاللي بيحصل هنا هو اللي هيحصل هنا فتثبت بنفس وضعيتها، او ان انت تيجي وتقفل دي از بلوك عشان لما تيجي تحبها تحطها في اي حته تانيه. يعني هراي كليك واجي اقول له هنا كونفرت تو واجي احولها هنا بوت. هتشايف حاجه؟ تمام. طب ايه السبب اللي انت اللي خلاك تعمل كده؟ عشان والله انا عايز اخدهم كوبي مش عايز اخدهم من انستنس، عشان لو اتحركت بيها في اي فايل تاني يعني ايا كان العدد هتفضل كوبي بنفس الشكل. وصلت؟ الامر ده تقله ورخنته في حاجتين، السيجمنتس والامر نفسه يا عمرو، هو الامر نفسه في حد ذاته تقيل. فخلي بالك في موضوع السيجمنت. طب انت معلش انت دقيقه واحده بس، انت عملت حذرنا وعملت تدينا قواعد 10 وكل شويه تملينا خطوات، هو ايه القصه؟ هو الموضوع مرعب يعني؟ لا هي القصه مش مرعبه، ولا الماكس تقيل ولا في مشكله. الماكس في حد ذاته هو بيقول لك انا محتاج مكنه عشان البي رغباتي. فانت وفرت لي المكنه دي اللي هي اللابتوب او البي سي، اهلا وسهلا، اللي انت عايزه لو حلمت انا هعمله لك. فيبقى مش من خطأه ان المكنه نفسها مش قادره. انتوا حد سامعني يا اولاد؟ فهي الفكره كلها انت في عندك 3 عناصر وانت بتشتري جهاز، واياك تجيب جهاز اسمه جيمنج، ده هم بيلعبوا بالالفاظ بس. اه بيشغل بابجي وفي في فاير مش عارف مين، الكلام ده على العين والراس، لكن يجي لحد الماكس وبرضك ما يشغلوش. فانت لازم تستقصي 3 حاجات، بروسيسور ورامات وكارت شاشه. كارت الشاشه ده عشان يقدر يظهر لك الكلام ده زي ما انت شايفه كده. طب كارت الشاشه اللي هو ايه؟ ممكن يبقى انفيديا، في عندك اللي هو الجي تي اكس اقل شويه، مش بفهم في الاي تي قوي بس الار تي اكس اعلى، بس هو كام جيجا بايت رام؟ 4 8 16 وانت طالع، بس كل ما هتزود كل ما الفلوس هتعلى، طبعا الكفاءه بتاعته هتبقى احسن. رامات ما تبتديش من اقل من 16، 16 وانت طالع، طبعا 32 افضل، 64 يعني تمام بس هتكوع جامد. البروسيسور كور اي 7 كور اي 9، طب انا عندي كور اي 5 يمشي هيشتغل، بس انا اقصد هيضايق، بس ما تلومش على الماكس. انت حد سامعني؟ ايوه طيب تمام حضرتك. طيب هو في طريقه معينه مثلا ان احنا نخلي نفس الامر ده بس يبقى اخف شويه، اه يعني طبعا ما ياثرش نفس التاثير؟ اه اخفف سيجمنت بس فقط. بس طيب ده في حاجه هياثر بقى، معايا في التكستشر نفسه. اه ما هي دي بقى المشكله. يعني انت لما تيجي تحب ان انت تعمل حاجه تبقى تموس وناعمه، طب ما انا قللت السيجمنتس، طب ما الشكل نفسه مش مديني الرغبه بتاعتي في ان هو يبقى سموس وناعم، يبقى هيضايقك انت. فاهمني؟ يعني مثلا انت هتيجي مثلا تعمل هنا بنفس الامر، انا شخصيا لو انا جيت عملت الامر ده مرتين ثلاثه اربعه ممكن ما اشتغلش اصلا. خدت بالك؟ لان هو اصلا كده كده بيخزن، وحذاري برضك فيه حاجه من العيال وقع بتقع فيه، وبالذات اللي معاهم لابتوب بيعمل سليب. خلي بالك السليب ده خلاف شت داون، السليب ده بيفضل المكنه موجوده
ومحشيه وتفضل تقيله بنفس المحتوى بتاعها، لازم تعمل شات داون، لازم تريحها. فانا عندي ده اوبجكت اهو، او بلاش هجيب مثلا فرضا يا ولاد ترابيزه مثلا اللي هي زي دي كده. انت جيت بتقولي من شويه انا عايز اروح اجيب مفرش، الناس اللي شغاله انتيرير او شغاله في المفروشات، او في بعض الناس بتعمل ديزاين ستاير على حسب، او حاجات على الواجهه فيها كشكشه. المهم فانت عندك هنا اهو، هتروح تجيب له هنا بلان. طب دقيقه واحده بس، هو انت ليه ما خدتش بوكس؟ انا برد عليك على فكره، يعني ليه ما خدتش بوكس؟ انا بستنصح شويه، بحاول ان انا اروح اوفر الكلام ده يبقى اوبجكت عندي لينث ويدث فقط، عشان لما اجي ازود له هنا لينث ويدث يزود لي لينث ويدث سيجمنتس فقط، ما يبقاش في تقاطع كمان مع الهايت. انت خدت بالك من استنصاحك انت شخصيا عامل ازاي؟ تمام، انت انا مش معايا؟ فاهمه الحته دي يا بعدين دكتور، عليا الاثنين قول لي عشان وانا الحته دي بص يا نيرة. هو هنا دلوقتي هو لسه احمد، يا احمد يا محمد صح؟ احمد. ايوه دكتور معاك اه احمد فهو. احمد اه فانت عندك دلوقتي لما تيجي تجيب بوكس، البوكس اللي ايه مواصفاته يا نيرة؟ هو عباره عن لينث ويدث وهايت، فبالتالي لما تيجي تزودي سيجمنتس فبيبقى فيه تقاطعات سيجمنتس في النص زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت صح؟ فانا بستنصح على الامر اجيب هنا بلان ملوش الا لينث ويدث فقط، ملوش ارتفاع، عشان لما اجي ازود له سيجمنتس يبقى التقاطعات ما تبقاش فيها دبل في الهايت كمان، عشان الايفكت ينفع يتنفذ. خدت بالك؟ وامسك التو تمام. اوبجكت دول، انت بتحاولي تستنصحي على الامر بس، وهاجي اقول له لو سمحت اديني امر هنا كلوز. ماشي حاضر. طب ثم هتقول لو سمحت البروبرتيز او الخصائص بتاعت الكتل بتاعتي كالاتي، ان انت عندك البلين ده، ده عباره عن كلوز خامته كذا كذا، ده ممكن سلك مثلا. طب والتشامفر بوكس ده عباره عن انكلوجن اوبشن، يبقى لما اجي اعمل حاجه تنسدل على حاجه بدي الخصائص بتاعت كل واحد، ده البلين اهو وده الشامفر بوكس اهو. ماشي بس اكيد انت مش هتقفل جرافيتي. ليه؟ لان انت محتاج ان هو ايه ينجذب لتحت. طيب انت هتعمل ايه يعني؟ انت ما عملتش حاجه غير هنا؟ اه اللي هي فين معلش ابعتها لنا عشان احنا بننسى. ادي الشكل اهو، ده البلين اهو، وخلي بالك بص الحركه القرعه ان هو لغى اللي انا عملته حاجه، خليها هنا ادي سلك، واجي الشامفر بوكس ده الكلوجن اوب، مش هعمل اكتر من كده، وهعمل برين سكرين وهروح ابعتها لك الاخر برضك. ما اعرفش البرين سكرين ده بيساعدكم اه ولا لا. طب معلش يا دكتور، عشان حاسة ان انا شوية، هو تشامبر بوكس ده بيبقى عبارة عن ايه، او هقول لك استفاد بص منه ايه؟ بص انا هعملها وبعد كده هعملها لك تاني. بص كده تمام. ادي ده سميت لوب، ايه اللي حصل؟ عملت انسداد للمفرش او الملايه او الكوفرتا او اي مكان على الشكل، شايفه؟ خلصتي اعملي هنا سيميليت تقفلي. طيب ايه بقى اللي نتج فين احمد؟ ايه اللي نتج عن ان السيجمنتس قليله؟ هتشايف؟ ما انت شامبر حاول. بوكس باين. اه انا حاولت هي مش عيب، ولا انا ممكن بمنتهى النصاحه كده اروح جاي واخدها مطلعها فوق، هو مش هيقول لي لا يعني، انا فاهم انا استفدت خلاص فاهمني. بس انا كنت بحاول اعمله ايه، ان انا حاولت ان انا اقلل من كميه الفيرتكس عشان استنصح عشان الجهاز ما يهنكش. وصلت؟ يعني لو مش عايز يعمل كده على السيل. لا. اه لو مش عايز يعمل الكلام ده السيجمنت تزود، بس ما تفسريش برضه، ما انت اللي انت هتعمله هنا ممكن توفر له الريندر، يعني اقصد اتصرف بحكمه في موضوع السجن. طيب نيره انت كده فهمتي دي انا عملتها ليه يا نيره؟ اللي كان بيسالني من شويه اعتقد وصلت نيره، انا لسه ما حفظتش بس. او انا مش انت عارفه مش ان تشامبر بوكس ده ايه، هقول لك بص بس طيب تاني انت عندك الشكلين دولت تمام، هو عباره عن بلين وبوكس. طب انت عايز تقصد تعمل ايه؟ كان دي ترابيزه ودي المفرش اللي فوق الترابيزه، وانا بعمل تمام. انسداد ليدي عليه، فهاجي تاني كده وازود له سيجمنتس عشان اوري احمد اهو، وهمسك الاثنين وهاجي هنا كده اقول له كلوت اهي اهو، واجي اقول له بروبرتيز اهي، واجي هنا كده يا عمرو اقول له ان الكلوز ده خامته كذا اه لو سمحت اهي، وان الشامفر بوكس ده الكلوجن اوبشن فقط، واجي اقول له هنا سيميليت لوب. بص كده بقى اتقل كمان، حد واخد باله؟ شايف؟ خلصت ستوب، يعني لحد ما جه الشكل على مزاجك ستوب خلاص. وصلت؟ طب في سؤال ما ينطبق المفروض حد يسأل، ايه هو؟ لو تحبوا نطنشوا نطنشوا، مع انه مهم قوي يا ولاد. لا ده الكلوجن اوبجكت ده انت بتقول له ان ده اللي هيترمي ده اللي عليه. هيحصل اه مظبوط. بالظبط. اه طب لكن لو انا ما حددتوش، خلاص ما فيش حاجه تتحرك عندك اصلا،
ومش هينزل لان هو فاقد الحاجه اللي هينزل عليه. تمام. بس من رؤيه عينك، هو السؤال الفضولي زي ما انا كده ايه دبستكم في الاسئله بتاعت شورت كاتس والحاجات دي كلها، هو انت دلوقتي شايف بعينك، مش بسالك سؤال في الماكس، انا بقول لك سؤال رؤيه، انت بتقول لي دلوقتي انت وفرت في البوكس وده طالع زي الورقه صح؟ طب انا عايز اخليه دبل لاين، عايز اخليه ذي سيكنس بقيمه الملايه اي حاجه ان شاء الله بوينت كذا، طب انا هعمل ايه؟ انا هاجي بقى بعد ما انا عملت كده يا نايره، هروح جاي هنا كده الموديفاي وجايب له هنا امر اسمه ايه؟ بيعمل ايه؟ بيدين دبل لاين. يبقى انا كده خليته مجسم بعد ما انا استفدت بالامر والامر اتنفذ، انا ضحكت على الامر فاهمه؟ اي كتل سيكنس بتاعته. وصلت؟ وصلت يا اولاد؟ تمام يا دكتور. دي كانت الزتونه اللي هي بتاعت موضوع السراير او موضوع اللي هي الايه الحاجه اللي مالها. في اي حاجه تانية قابلت اي حد منكم؟ وبرضك كان الهدف منها اللي هو الرائع، تسلم ايديك على الحاجه اللي اتبعتت لي، وفي حاجات اعتقد لسه مبعوته دلوقتي لسه ما بصيتش عليها، لسه ما فنطتهاش يعني. هي دي اخر حاجه، وكل واحد خد بلس 5 يعني، تسلم ايديكم قوي يعني. وانا مش طالب اكتر من كده، ازاي انت تعرف تتعامل وازاي ان انت تقدر ترتبهم زي البازلز كده. غير بقى موضوع السنابس النهارده هناخدها ترابيزه وست كراسي وهكذا. في اي حاجه او اي مشكله حصلت لاي حد وهو قاعد لوحده انا محتاجها، دي بتاعتي انا. يعني دي مشكلتي انا. اتفضلت خلاص اتفضلت شكرا. ليه؟ انا كان عندي مشكله انه انت كنت فين؟ انا عمال صحيت اسلم عليك من الصبح، ازيك يا ليم؟ الحمد لله تمام قول يا فندم. في اذا لاحظت في السطل الخشب بعدين معه مثل الرافعه مثل البير يعني انه مو بير اه المويه اه ماله؟ الروب الحبل هذا صراحه ما عرفت ما ما خطر هقول لي لك بقى، الحبل ده احنا ليه زتونتين. لما هنيجي ناخد ال 2 دي، لو انت عايزه تعمليه فري هاند اهو شايفه؟ ممكن اعمل كده. وممكن اخلي ليه ثيكنس، بس احنا الكلام ده لسه ما خدناهوش اللي هو ده. شايفه؟ طيب في حاجه تانيه؟ اه حضرتك ممكن تجي اللي هي زي الحبل بقى اللي هو اللي موجود اللي رابط الشكل اللي هو فين؟ اللي هو هو لافت المشكلة اه اللي هو لافف اللي هو ده. خلاص اعمله ازاي؟ هتلاقي في عندك امر من اشكال 2 دي اللي هو الهيليكس اللي هو ده. ايه الهيليكس ده؟ حاجه عامله زي السوسته كده شايفه؟ اوكي مالها بقى؟ اقدر اروح ازود عدد التيرنز او عدد اللفات اهي كده. وصلت؟ اه شغل اوكي تمام وصلت تمام. ودي برضك هناخد الكلام ده بالتفصيل ان احنا لسه ما خدناش 2 دي. اوكي وشكرا على السؤال. عفوا عارفه انت ليه شكرا على السؤال وهديك درجتين كمان كتبتهم لك حالا دلوقتي؟ لان انت عندنا في مصر حاجه اسمها بننكش. انت منين يا لينا؟ من الشام طيب يعني ايه النكش عندنا في مصر؟ ما اعرفش انت اللي جيتي مصر ولا لا عنا يعني. نفسنا نحن بننكش ايوه بنقعد نشوف التفاصيل، وكل ايوه المشكله في كل تفصيله بتزودك انت معلومه اكتر وبتزود خبرتك ومهارتك انت اعلى. فعشان كده بقول لك اديتك درجتين. شكرا يلا عفوا. يلا مين تاني؟ في حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ طيب الناس اللي ما بعتتيش الشغل ارفع درجتها كده انها ما خدتش حاجه ولا هتسلمني امتى؟ الناس اللي ما دكتور بعتتش معلش في حاجة قول. سؤال عشان حضرتك مرة ثالثة أنا اتفرجت على الفيديو فهو كان في الأول خالص ما حضرتك ما كنتش يعني الراجل تقريبا حتى ما بين الفرق ما بين primitives وال extended primitives اه ما بقولش الفرق ما بين الاثنين. يعني في الفيديو لا هقول لك بص، ما كانتش سجلت بص هما الاثنين نيارة ما فيهمش اي حاجه. يعني ايه؟ يعني انت عندك 3 دي ماكس بيروح يوفر لك مجموعه من الاوبجكت، انا عليا ان انا اروح استغلها. مجموعه اوبجكت موجوده عندك في الستاندرد وفي الاكستاندرد. طب ايه دول؟ انا خليتهم في اول محاضره يمكن اعتقد، او يمكن اه اول محاضرة او ثاني محاضره، ان هم يجربوهم ويشوفوا ممكن اروح استغل كل واحده منهم في ايه. في كور خدناها وقعدنا نجرب عليها ان دي تبقى دوم، ممكن تبقى تاج محل، ممكن تبقى كان ساعتها اه كريستاله 57. مجرد ان انا اروح ابتدي شكل الكتله من اي شكل، شكل كبسوله وانها تبقى اسانسير مثلا، فهي مجرد هو 3 دي ماكس بيساعدني بمجموعه اوبجكتس جاهزه احتمال تنفعني. ورحت انا جاي يا نيره زانقهم قلت لهم احنا انت ديكور العماره يا نيره. أنا عمر حلو. عارفه انت شكل البرمق صح؟ عسكري شطرنج هو عارفة الارابيسك. فقلت لهم ده تحديدا اللي انا قلته بالظبط، قلت له احنا خدنا يا جماعه البرمه، فقال لي لا. قلت لهم من ضمن الاشكال حاجه اسمها هوساي، فانا عايز اروح استخدمها زي ما هي كده شايفه؟ ده كان اخر حدث وممكن اكررها بس احنا لسه ما خدناش التكرار بتاعها.
ولو في اي سؤال جه على بالك قولي لي انا معاك، حتى لو ما خدناهوش ما يهمكيش يعني. اتفقنا؟ حتى لو فويس زي ما انت بعتي كده. طب انا عندي سؤال ما اخدناه. قول يا فندم براحتك. لا بس انا لما عملت المكتبه انا عملته بطريقه اديت بولي، يمكن هي اصعب بكتير من المكتبه اللي هي دي اللي فيها. ايوه هاي، هقول لك، بص ان انت هلا تروحي انا عملته بطريقه الاديت بولي، عفوا قطعتك، ما عملته بالطريقه اللي انت قلت عليها. هي اديت بولي يمكن اصعب، بس مين الاصح؟ ما انا هقول لك بقى. بص احنا لسه في مرحله اسمها مرحله الكي جي، اللي هي مرحله ايه؟ لما باجي ادي الكورس انا ما بهتمش بايه مين خد ماكس او مين ما خدش ماكس، انا كده كده بادئ فروم سكراتش، يعني انا داخل اعلم من الزيرو. حلو؟ طب ثم فانا هنا اهم ما حاجه في المرحله اللي احنا كنا فيها دي ان انت ازاي تتعاملي مع الكائن ده وتكسري حاجز الخوف وانت بتشتغلي جواه. حلو كده؟ طب تيجي بقى للاصح، انت مثلا جيتي عملتيها كده. حلو؟ طب انا جيت عملتها ايديت بولي، هو ايديت بولي اصح؟ هي ايديت بولي صح بس مش الاصح. انت فاهماني؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن بالطريقه العاديه خالص، طبعا انا ممكن اروح اجيب الصوره هنا يعني تبقى قدامي وانا شغال، ازاي؟ اطلع من قائمه فايل فيو ايمج فايل، وحضرتك تيجي هنا كده من على الديسك توب وتختاري الصوره. فين الصوره اللي انا جبتها على الديسك توب؟ اهي. يعني بدل ما افضل اعمل مينيمايز وماكسمايز تتفتح جنبي هنا كده والماكس مفتوح. خدتي بالك؟ اهي. واصغرها عشان بس ايه نعرف نشتغل. واجيبها هنا كده. حد شايف؟ اهي. حد معايا يا اولاد؟ اهي. طيب هتديها ازاي؟ اه والله الراجل ده قال لي انت معايا لينا؟ قال لي معك. اه انت في مرحله الكي جي، احنا مرحله الكي جي اللي احنا فيها دي. فهاجي هنا كده واجي اقول له لو سمحت انت عندك هنا مثلا اه ده هو قال لي ان في اي سي وعندك هنا وول آه، واجي هنا كده بالسناب واروح جاي زي ما انا عملت من شويه، ما اعرفش انت كنت شايفها اه ولا لا، واجي ارسم البادي بتاع الايه؟ الجسم بتاع العلبه اللي تحت. ماشي طيب. اوكي طب انت رسمت كده الجسم اه طب تمام اه بس هو محتاج يقل شويه قوي. يروح هو جاي عامل ايه يا لينا؟ يجرب الكلام ده او ينسى يقللها، يقوم داخل على موديفاي. الله الحق ده ما فيهاش باراميترز هنا، شايفه؟ فهو يكتشف ان الول بالذات اهي ما فيهاش ايه؟ ولا لينث ولا ويتس ولا هايت ولا اي حاجه خالص، شايفه؟ خلاص باي باي. يبقى كده انا وصلته بطريقه غير مباشره ان انت الول بالذات ان انت تستخدميها وتشكليها طول ما انت جوه الامر. طب معلش فرضا انا خلصت الامر وجيت، انا بقول لك بقى بطريقه غير مباشره وهو يسالني طب انا عايز اغير اللينث والويتس بتاعتها. نيجي بقى لحلال العقد اللي هو الكبير قوي اللي هو امر اسمه اديت بولي او اديت ماش، واديت بولي يمكن اعلى كمان. طب ماله ده؟ همسك مجموعه فيرتسيز من هنا اهي كده واجي اقول له لو سمحت انا عايز اغير مقاساتها. احنا خدنا بقى المقاسات، هكليك يمين واطلع وانزل في الواي بمقاس كذا، شايفه؟ ظبط من الاول خلاص، يبقى انا مش محتاج اديت بول، انا في الول تمام. ويبتدي يروح يصنع الدرج زي ما انا عملتها من شويه اللي هي اليمين والشمال والادراج دي. طب معلش اللي ورا ده هيتعمل ازاي؟ هو بردك مجرد بوكس، يعني انا هاجي من هنا كده واجي هنا كده البوكس، واجي اخد مثلا من الادج على الادج مثلا ادي 3 دي، واروح جاي واخد مثلا من هنا الادج بتاع الشكل، اشيل الفيرتكس او خلي الفيرتكس مش تفرق اهي، واروح واخد من هنا لحد هنا واروح طالع. ايوه ماشي يا فندم، بس هو مش ماشي العرض، ما اتفقنا ان احنا خدنا زيتونه في الكرسي ان السنتر بوينت في النص، فانت ممكن تروح تقللي الايه الويت بتاعه كده، يروح هو ضم من ناحيتين. الله الحق ده نفع. ايوه غصب عنه لازم ينفع. طب اروح انا جاي هنا كده وواخد بردك بالسناب، اروح واخد قيمه الايه الضرفه دي يعني، واروح جاي طالع بيها كده. اه بس هي مش للاخر خلاص يا فندم، اصغر الايه الثيكنس اهو، وادي اللينس بتاعها اهو ماشي، وابتدي ان انا بالسناب اروح جاي حاططها هنا على الايدج. يبقى انا كده علمت ان هو ايه يروح يتعامل هنا وهنا. ايوه ماشي، بس كل الرغي اللي انت بترغيه ده انت ما ردتش على سؤال، انت دلوقتي ده احسن ولا ايه بولي احسن؟ ما فيش حاجه اسمها احسن، لكن الاحسن اللي يسهل لك شغلك وانت شغال اوكي. لا معايا مثلا في المكتبه موضوع بالذات، في المكتبه تحديدا كده اسهل. مثال، اه لانه مثلا في دروج، هاي الدروج انه الجروف اللي بين درج ودرج، اه لما بس احط بوكسات، لما عملت هعمل رندر بعدين حيطلع في فراغ اه بينهم. طبعا، لان انت عندك البوكس اللي انت هتعمليها اللي هي اللي اسمها الخلوص او الفروق ما بين كل درج والتاني ده انت لازم تسيبيه طبعا، لان انت لو الشكل ده مش موجود هو اصلا الدرج هيحك في اخوه، يعني مش هيبقى فيه فراغ للحركه او المجرى بتاع الدرج. فانت كده كده الديفولت بتاعه لما هتيجي تكوبي هتسيبي قيمه مثلا نص سنتي اللي هي فرق الحركه ما بين كل درج والتاني، وده هيبان سواء كان في الماتيريال او الشكل. شايفه؟ بص كده
هو طبعا. هيبان. انا اسكر بقى جوه عشان ايوه بالظبط. طب اني اسهل برضك، ده ولا ايد البوري؟ هو اكيد في المرحله دي في الشكل ده، ده كده اسهل، وهو ده اللي احنا بنعمله بحل انا للاوبجكت. يعني انا كده كده في اساينز لازم هنحلها سوا عشان اوريك انهي طريقه اصح اصح واسهل كمان. اوكي شكرا. ده شكرا ليك انت، تسلم ليك. طيب ايه تاني يا ولاد؟ انا عايز السؤال اللي هو انت وقفت انت شخصيا بيه لوحدك وقفلت اللابتوب وزهقك، ولا تمام؟ في سؤال عندي قول يا فندم براحتك. كان دايما عندي، اللي هو محتاجة أحط الحاجات على خط مستقيم، اوكي فده اللي هو يعني هو شكلا بيكون مستقيم بس لما تسليم، أجرب معلش بعد اذنك، هو انت بتقولي احطهم يعني اكوبيهم قصدك؟ يعني يكونوا في خط مستقيم، يعني مثلا الكوبي. السرير مع طيب بص، حته الخط المستقيم دي ليها كذا زيتون، وانت ليك ضربتين على السؤال. ان انت تعملي اوبجكت اهو، وان انا اجي اكوبي في خط مستقيم، انا ما فيش مشكله خالص، هدوس شيفت وهقف على الاكس ده، شايفه؟ واتحرك كده. حتى لو طلعتي ونزلتي فوق، استني كده بس اخلي لك لونه ابيض عشان انت تشوفي. شيفت تروح عامل كده، عارفه انت حتى لو طلعتي ونزلتي ولا هيسال فيك، شايفه؟ هو انت لان انت واقفه في الاكس وبتتحرك، شايفه؟ وصلت؟ اه طب تمام. اه بس استنى معلش، طب انا عندي حاجات مش متساويه وعايز اخليها على خط مستقيم، وده سؤال مهم برضه. يعني عندي اوبجكت الثاني الثالث الرابع كده مثلا، حاجات مختلفه وعايز اخليهم على خط مستقيم، هل ينفع؟ اه طبعا. هتلاقي في عندك انت ماسكه الاوبجكت اهي، وهتلاقي في عندك هنا امر اسمه الاين، اللي هو بيعمل ايه الاين ده؟ الاين ده بيسنتر او بيحط الاوبجكت من السنتر على السنتر، او من المينيمم على المينيمم، شايفه؟ او من الماكسيمم على الماكسيمم، او ده مع ده. يعني انت بتروحي تختاري وفي اني اكس كمان، اكس او واي او زد. وصلت؟ فين هو ده؟ تمام. اللي هو امر اسمه الاين، اللي هو ده. كده انت ليكي 5 درجات على السؤال ده لوحده. انت لينا صح؟ تسنيم. لينا تسنيم كده، انا حطيت لك 5 درجات حالا شكرا. يعني، طلبتهم اصلا. طب ما فيش حد عايز يشترك في موضوع الدرجات ده، ولا الباقي ساكت ولا ايه؟ ده في ديسكاونت انا عامله النهارده كمان اهو. طيب في سؤال بس هو شكله يعني لسه قدام شوية، اللي هو براحتك، السرير الكبير لما محطوط اللي هو بس استنى المفرش اجيبه، بس اللي هو ده قصدك الكشكشه بتاعته صح؟ هقول لك الكشكشه بتاعته دي هو عباره عن كذا اوبجكت، بس ده لسه احنا ما خدناهوش، بس يعني ايه لسه قدامه شويه، اللي هو هيبقى في 2 دي. ان انا عندي هنا امر اسمه اف اف دي هيديني كشكشه دي. انا بتكلم على مش على الانسدال، الانسدال احنا خدناه من شويه اللي هو امر كلوز، لكن انا بتكلم على الكشكشه دي. ايه تاني؟ يا دكتور، في الكنبة اللي أنا عملتها المفرغة، الكنبه المفرغه، تعالي نشوفها كده. صح أنا هي عذبتني شوية، ما بعرف يمكن فكرت فيها بطريقة غبية اي واحده شوية. اللي هي دي، ولا اني واقول دي لا المفرغة اللي تحت يمكن، دي؟ أيوة هاي اوكي أنا دي عملته، في أنا إيه؟ بس خط على أوتوكاد وأخدته وعملت عملت بروبولين، وبعدين عملت شامفر بوكس ما انا هقول لك، بص هي اصل دي فيها كذا زيتون، اللي هي ايه؟ اولا تجميعة الشكل ده كده هو تشامفر بوكس. طب اجمعهم ازاي؟ انت هتجمعهم بالسناب، انت اللي هتعمليهم مانيوال، خدت بالك؟ ده انت ممكن تعمليه حرف ال، ايه ده؟ او ده يبقى حرف تي، ايه ده؟ فين اللي انت عمال تقوله له؟ احنا ما خدناش الكلام ده، لا خدناه فين بقى؟ جينا من مجموعه الاشكال اللي هي اللي موجوده في الاكستند تحديدا يا نيره، اللي هي حاجه اسمها سي اكستنشن وال اكستنشن. مش انت ممكن تيجي تاخدي السي اكستنشن دي كده وتعملي المخدع اللي هو اللي ورا ده؟ بص كده. اه انت قصدك كده، بصي ده اللي ارتفع اهو، وادي التكنيكس بتاعتها، تنفع ولا ما تنفعش؟ ينفع؟ ما انا عم بضحك اني عملته بطريقة صعبة على كتير. معلش بص، احنا كده كده احنا جايين نتعلم، ومش نتعلم ماكس، احنا جايين نتعلم ازاي انا اشغل الماكس بطريقه اسهل وادق واسرع. عشان كده برضك زي ما انا بقول لك كده، احنا لازم نتناقش، وانا كلمتكم المره اللي فاتت اهم حاجه المناقشه، اخلي الكلام رايح جاي، وبقول لهم حتى في المحاضره وباكد كمان اهو، اسئلتك اللي انت اتزنقت فيها وخنقتك وخليتك قفلت الماكس عشان تقوم تعمل كوبايه شاي وطنش الماكس، انا لازم اتسالها عشان اجاوب، فاهماني؟ ايه تاني؟ طيب لو حد منكم برضك افتكر اي سؤال انا ان شاء الله موجود يعني معاكم، حتى لو حتى لو حاجه جايه في ذهنه احنا ما خدناش يعني.
ما حدش يقول احنا هناخدها بعد شويه، خلي الكلام بردك رايح جاي. بص احنا لحد اخر ما احنا جينا خدنا، احنا خدنا السناب اللي هي دي. بس انا عندي مشكله كبيره، بس دلوقتي لما انا باجي اروح اعمل سيلكت على الاوبجكت، واجي هنا كده يا مصطفى مثلا واعمل اوبجكت زي كده عندك يا احمد، وجيت عملت له هنا كده روتيت، هو ده لف معايا كام درجه ولا؟ انا ما اعرفش، بس انا ممكن اعرف سواء من تحت او حتى كليك يمين على ايه، على الروتيت اهو، عشان اقدر اعرف. ايوه ما انا حته ان انا اعرف دي سهله، بس انا لو حبيت مثلا اروح الفه يلف هو اوتوماتيك كذا درجه بالظبط، هعمل ايه؟ في عندي هنا حاجه اسمها الانجل سناب اللي هي دي، وانا واخد روتيت وادي الانجل سناب بتاعتي. طب دي بتعمل ايه؟ دي بتايدك لما تيجي تتحرك زاويه كذا درجه بالظبط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هاجي اختار دي وهكليك يمين وعند كلمه انجل احط له مثلا 45 درجه. شوف كده معايا بعينك كده، هو لف كده 45، بس محتاج حد يرد او اللي عايز يرد أوكي كده. لف أعتقد كده لف 45 اكيد بالظبط. لا ما لكنش ال 5 ما لفش 45، حرية ما بصراحة انت عمال تشرح لنا وتقول لنا ده بيأيدني ليه. ايوه ماشي، ما عشان ده يسمع كلامك انت ماشي لازم تبقى ماشي على المحاور بتاعته. على الأكس على الاكسس بتاعته اهي، اهي شايف أوكي كده اهي. لكن تيجي تقول له انجل 45 وانت بتتحرك هنا هو في اي حته غير الاكسس بتاعته، هو مش هيسمع كلامك. نفس القصه عندك هنا في الاسكيب، ادي اسكيب، عايز لما اجي اسحب اكبر واصغر بنسبه معينه، ماشي، هاجي نعم اخد البرسنت سناب وهكليك يمين عليه وهاجي اختار من هنا، مش دي بقى، لا برسنت من تحتيها، اقول له 50%. هما الاثنين موجودين في نفس المكان بس، لكن دي حاجه ودي حاجه. طب انت استفدت ايه كده؟ لما هاجي اصغره نعم او هكبره هو كده خمسين في هيكبر المية ويصغر بنفس النسبه اللي انا قلت له عليها، سواء كان في الاكس سواء كان في الواي سواء كان في الزد، على حسب ما انت اختار. هتشايف؟ وصلت يا ولاد كده؟ طيب حد يحب اعيد حاجه ولا حد يجربها؟ اللي هي الروتيت والسناب والايه والسكيل والسناب. تمام طيب قبل ما تجربه كده انا ايه وصلت النتيجه اللي هي ايه، ان انا عندي امر موف ده سناب، امر روتيت دي الانجل سناب بتاعتي، وامر سكيل دي البرسنت سناب بتاعتي. جه حد سأل لي بس قبل ما انتوا تجربوا يقول لي هو انا لازم اشغل الثلاثه سوا؟ لا انت بتشغل على حسب الموقف اللي مطلوب منك تعمل كذا. وصلت؟ وصلت يا اولاد؟ وصل طيب جربوا لي 3 دولارات ورجعوا يلا. طيب بصوا يا اولاد، ولنفترض ان ده اوبجكت واحنا اتفقنا ان كل اوبجكت، انتوا حد سامعني صح؟ طيب ان كل اوبجكت من ضمن الاوبجكت السنتر بوينت بتاعته في النص، بس هل منطقي نيرة ان انت عندك البيفوت ده لو هو ده باب شقه؟ في حد عنده باب شقه؟ طيب الطبيعي ان هو لما يجي يفتح هيفتح منين؟ مطرح المفصله، ما هي موجوده. يبقى انت مطلوب منك في بعض الاحيان ان انا اروح انقل السنتر بوينت ده من مكان. طب انا هنقله ازاي؟ انا ده الاوبجكت، هاجي هنا بعد كرييت وبعد موديفاي هتلاقي فيه هيراركي اللي هي الايه؟ الاوبشن اللي هو او التبعيه الثالثه اللي هي دي. اول وظيفه فيها اسمها افكت بيفوت اونلي، دي مالها؟ طبعا كل ده بتاعت البيفوت، عايز ريسيت ارجعه لاصله وعايز اخليه في السنتر ماشي. افكت بيفوت اونلي دي مالها؟ دي بتسمح لك ان انت تحرك السنتر بوينت ده مكان ما انت عايز. طب افرض انا عايز اجيبه هنا فنان بالظبط، يبقى هطلع للسناب كليك يمين وهاجي اقول له لو سمحت انا محتاج الميد بوينت وانقل دي هنا كده، بس مجرد وانس ان انت نقلتها لازم تقفل افكت بيفوت اون. يبقى انت كده عملت ايه؟ غيرت مكان السنتر بوينت بتاعت الاوبجكت. انت شايف؟ تمام وصلت يا اولاد؟ ماشي طيب تحبوا علينا تاني ولا تجربوها؟ برافو طيب جربوها وارجعوا تاني وانا بسجل اهو، عشان لو حد من زماننا مثلا ما جاش. انا عندي هنا ادي ترابيزه مثلا وده كرسي، عايز حوالين الترابيزه 10 كراسي اللي هم 10 سلندرز اهي، فرق الزاويه ما بين كل واحده والتانيه 36 درجه. يلا معاكم دقيقه واحده 60 ثانيه ابدا. هي اصل الزتونه بتاعتها فين؟ احنا خدنا حاجه اسمها البيفوت او الهيراركي دلوقتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا فرضا ان انت معاك كورس زي بتاع المره اللي فاتت،
هطلع اعمل فايل امبورت ميرج، او حتى هعمل له دراج. فايل امبورت ميرج ده هو بس الحاجه الوحيده اللي هي الميزه اللي فيه ان هو بيسمح لك ان انت تنقي من جوه الفايل، اختار الاوبجكتس كلها واقول له اوكي ده الكورس بتاعي، وهاجي اعمله هنا كده جروب عشان يبقى اوبجكت واحد، عشان يبقى ليه سنتر بوينت واحد، وادي الترابيزه. طيب احنا جيت دلوقتي من شويه لينا بتقول لي طب احنا دي بتتعمل باري، طب في حاجه غير اري؟ اه احنا لسه واخدينها من شويه، ده هنقل الاوبجكت. الأكس اه خلي بس لونهم هنا لونهم ابيض عشان نشوف خلاص ايه المطلوب. انا عايزك تترجم المطلوب من خلال الاجابه. يعني ايه؟ يعني انا هاجي من هنا كده، المفروض بيقول لك انا عايز 10 كراسي حوالين الترابيزه. يعني ايه حوالين الترابيزه؟ يعني ده يروتيت ماشي. طب بس هو ده لو لف هيلف حوالين نفسه، فانا هاجي هيراركي افكت بيفوت واجيب امر موف واخد السناب وامسك دي كده واشاور على حدود الشكل واقفل. حلو قوي. يبقى كده انت لما هتيجي تعمل روتيت هو ده هيلف حوالين مين؟ حوالين الترابيزه. طب هل لما انا هاجي يا اولاد كده ادوس شيفت مع روتيت هل كده هعرف الزاويه؟ لا، بس الراجل ده كان اداني بالظبط حاجه، اداني انجل سناب. طب معلش انا احط فيها كام؟ وليه 36 درجه؟ ما هو انت عايز 10 والدايره 360 درجه، 360 على 10 هي 36. ستة تلاتين اهي يبقى انا كده لما هاجي هدوس شيفت واسحب من الاكس بتاعهم مره واحده. خلي بالك هو يسمع كلامك لو سحبت مرتين، مش هيقول لك لا، هتشايف؟ بس انا عايز مره واحده عشان اقدر اقول له هنا 9 غير الاصل. وصلت؟ وصل. طب اقولها تاني؟ تيجوا نعم تاني؟ حد يحب تاني ولا تجربوها؟ ممكن تقولها تاني يا دكتور؟ وعاش. بص يا فنان، انا عندي مثلا دي ترابيزه ب 10 كراسي، وهعمل مثلا كان ده ستيج مثلا في النص ساعه. طب حلو قوي. انا عايز 10 كراسي حوالين الكلام ده، او 8 او اي رقم. الاول اعمل سيلكت على الكلام ده كله واعمل لها هنا جروب. ليه الكلام ده جروب؟ عشان يبقى ليه بيفوت واحد بس. هاجي بامر موف وهاجي هنا هيراركي وهقول له افكت بيفوت اول، وهجيب السناب وكليك يمين وهاخد من هنا بيفوت بس. ثم هقفل هجيب روتيت واجي هنا انجل سناب. الطلب منها كام واحده؟ الطلب مني 12 ترابيزه مثلا بكراسي، يبقى انا هقسم 360 على 12 فيهم هنا 30. ثم حاجه اقول له هنا شيفت مع روتيت واقول له لو سمحت انا محتاج 11 غير الاصل. وصلت؟ تمام وصلت. يلا اللي يخلص يبقى تاني. انتوا معاكم الكورس بتاع المره اللي فاتت صح؟ معانا طيب وانا هبعت لكم كورس عشان اللي ما عملوش كده. كورس اهو لو تعليق شكله. خلي بالكم برضك اللي ما بعت اللي ما عملش الحاجات دي يبعتها لي، عشان كل ده انا برفع بالدرجه بتاعتها. خلي بالكم. نرجع نعمله مرة ثانية مع الكرسي. سيجمنت. بص انا كده عشان ده احنا ايه اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت، وانت ممكن تكون سمعتيهم في الفيديو. بس في 3 اوامر، ال3 اوامر دولت اللي هم بند وتويست وتيبر، ما اعرفش حد فاكرهم اه ولا لا. هو فاكر اه تمام. اه اللي هو بيعمل ايه يعني يا مصطفى؟ اللي هو بند ده بيتني، آه بيتني تويست ده بيعصر. بيعصر، تيبر ده بيكبر ويصغر من سطح لسطح. اه خدناهم بس بالحب سريعا كده. ايوه صح كلامك صح. فانا عندي ده اوبجكت مثلا، وليكن مثلا انا هروح اعمل الاوبجكت بتاعي مثلا بوكس طول ضلعه 10 ب 10 والارتفاع بتاعها 100. تمام، وعملت كريم ده الاوبجكت بتاعي. هو مش هيروح للتاني الا لما اروح انا ازود له سيجمنت، يعني اجي ازود سيجمنت كده كده. وهاجي بعد كده اروح جاي هنا من موديفاي واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي بند كام درجه؟ هقول له مثلا 180 درجه. في عندك هنا حاجه اسمها دايركشن. دايركشن ده اللي هو اتجاه البند. خلي بالك هو ثابت مطرح البيفوت ما هو موجود من تحت، فانا هاجي اديله الدايركشن بتاعي يمين او شمال. هتشايف؟ طب تمام. طب انت عايز تروح تعمل بند في انهي حته؟ في الاكس ولا الواي ولا زد؟ هو اكيد الزد عشان ده الارتفاع. طب في انهي حته في العمود؟ مش فاهمك يعني ايه انهي حته في العمود. العمود كله على بعضه هو عباره عن متر كده. يعني ادي القلم اهو، واطلع بيها قيمه المتر. فهنا بيسالك انت عايز تبتدي الافكت منين وتنتهي عند مين؟ ايوه افكت ايه مش فاهم.
امر بند نفسه ال 180 درجه دول هتطبقه في اي حته في العمود. مثلا انا هاجي اقول له ابتدي من الزيرو لحد 50 سم، يعني هو كده هيروح يتني اول 50 سم بس. انت شايف حاجه؟ يعني هو مسك ال 50 سم اللي هي دي اهي من هنا لحد هنا وخلاها 180 درجه، وال 50 سم الباقيه خلاها عادي. حد معايا يا ولاد ولا فين؟ تمام. الباقي الساكت. طيب تمام. 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 طب انا عندي، طب انا بقى عندي مشكله. ايه هي بقى المشكله؟ هو مش لازم، جه مثلا احمد قال لي طب انا مش عايز اتني من زيرو، انا عايز ابتدي التاني مثلا 25 سم، ينفع؟ هل هو راضي؟ اعمل ايه؟ دي زيتون، زيتونه مخفيه. أغير ال جدع، الأكس ولا اغير الأكس الاكس. هو ثابت مطرح مين ما هو موجود، البيفوت اهو. الزيرو. خلاص اشيل امر بند واجي اقول له انت كده كانك بتضحك يا مصطفى على الامر. واجي هنا افكت بيفوت اهي، واجي اروح جاي رافعه مثلا قيمه نيره 25 سم، يعني هاجي مثلا في الزد واقول له 25 سم، يبقى انا طلعت هنا الاكس 25 سم. واقف، يبقى كان انا موت الجزئيه دي. هاجي من الموديفاي واجي اقول له لو سمحت اديني بند تاني، ما ينفعش اعملها والبند موجود، واقول له مثلا اتنهولي 90 درجه. حاضر. واجي اقول له لو سمحت انت هتحط له من كام هنا يا مصطفى، من كام لكام؟ 25 ده ما هو مش راضي الا من زيرو. انت هتكتب يا مصطفى من زيرو ل 50، هي هي، بس هو بالنسبه له الزيرو اتنقل، فعشان كده الزيرو هو هو مكان موت دي الاكس. اصلا. تمام هو دي تمام بالنسبه له هو مش شايف دي، هو برضك ابتدى من الزيرو بتاعه. لحد معايا يا ولاد؟ وصلت؟ طب حد يعرف يجربها؟ يلا جرب ورجع. وانت بتجرب اعمل لي دول. يلا حاجه كده، ايه زيتونه سهله، ابعتها لك على الواتساب. واللي يخلص يبعتها. هي دي الزيتونه بتاعته عامله ازاي دلوقتي، اصلا اصل الكتله دي، يعني انا همسحهم كده تاني اهو ومن قلب جديد خالص. انا دلوقتي عندي اصل الاوبجكت هو عباره عن بوكس، اهم حاجه نيرة ان انا احط له المقاسات ان هو 10 سم ف 10 سم، وهاجي كده اخلي مثلا يا عمرو هنا ده ارتفاعه 100، ماشي ده الاوبجكت بتاعي يعني. شكرا. طيب ثم اهم حاجه للاسف ازود سيجما، وهاجي هنا كده عادي من موديفاي، وهاجي اقول له هنا كده روح ادي هات لي امر بند، وبعد بند هروح اقول له 180 درجه. طيب هدوس انتر كده، وبعد كده اقول له من زيرو ل 50، يبقى هو كده عمل لي اول اوبجكت. انا ممكن زي ما احنا خدنا من شويه ممكن اجي اقول له شيفت مع روتيت لو حد فاكر، من غير ما انقل بيفوت ولا حاجه خالص، او ممكن استخدم امر ميرور من فوق، يعني امسك الاوبجكت واقول له ميرور، واجي اغير ادي الاكس او ادي الواي واقول له كوبي. لو حد منكم فاكر كوبي انستنس وريفرنس، هخليها كوبي وبدل بس الاكس. شايف حاجه؟ تمام. اسهل كده. يلا ده امر ميرور، جربوه بردك عملت وارجعوا. كله بروتيت. تمام. اه يلا جربوا لي بس امر ميرور وابعتوه. طيب ده كان امر من ضمن الاوامر الثلاثه اللي احنا خدناهم المره اللي فاتت كده، ايه بالحب سريع يعني. كان في امر تاني اللي هو امر اسمه تويست. بيعمل ايه تويست ده؟ تويست ده بيعصر، بس بردك هو للاسف معتمد اصلا على السيجنال. فانا هاجي هنا كده بعد ما عملت الاوبجكت اللي هو 10 في 10 في ارتفاع 100، وهاجي اقول له هنا ادي تويست. اول حاجه بيسالني فيها الانجل، انت عايز تروح تلف الاوبجكت ده كام درجه؟ مثلا هقول له 500. طب البي اس بتاعتها ايه البي اس دي؟ حد عارف البونت بتاعت شنيور؟ ده بيركز لك الايفكت عندك يا مصطفى فوق ويبقى نازل من العليه على تحت، او عامزه كان مثلا لو حد عارفها. طب انت عايز تروح تعمل تويست في انهي اكس؟ اكيد في الزد عشان ده الارتفاع.
طب في انهي حته، في انهي مكان؟ هو ارتفاع العمود كله يا احمد 100، فهقول لو سمحت ابتدي الصم من السنتي 20 لحد السنتي 80، يعني كانك انت بتدي له الايفكت ده في ال 60 سم اللي في النص. ايه ده؟ هو ده قبل؟ اه ده قبل. اللي ما بيقبلش الوحيد عندك امر بند، فتويست انت بتحدد له المساحه اللي هو يروح ينفذ فيها الايفكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا لينا هو هيبتدي الايفكت بتاعه من عند السنتي 20، يعني هيجي هنا كده من عند 20 عنده، هيبتدي الايفكت بتاعه من عند 20 وينتهي الايفكت عند 80، يعني الايفكت بتاعه هيطبقه في 60 سم اللي في النص بس، وهيتجاهل الجزئيه ال 20 سم اللي في الاول وفي الاخر. يعني انت من هنا بديله نقطه البدايه اهي، ومن هنا بديله نقطه النهايه اللي هو هينتهي فيها الايفكت. حد معايا؟ وصلت؟ يلا جربوها وارجعوا لي وابعتوها لي برضه، ولو في حاجه اقدر اعيدها 1000 مره قولوا لي. لو انا جيت هنا، جبت مثلا ادي بوكس، والبوكس ده هخليه او هخليك مثلا كيوب طول ضلعه 10، وهاجي عمرو كده مثلا اروح جاي هنا بردك نزود سيجمنتس، واجي هنا كده من موديفاي، خلي بالك هنا سيجمنتس قليله عشان الشكل ما يبقى تموس وناعم، حاجه هنا كده من موديفاي، وحاجه اقول له هنا امر تيبر. اول حاجه في الاماونت هو بيروح يكبر ويصغر مساحه السطح، مش عارف حد شايفها اه ولا. تمام. طب الكيرف ده اللي هو الخط الواصل ما بين سطحين، تمام يا محمد؟ محمد، طب احمد معاك يا دكتور، معاك ماشي يا عبد. طيب معاك يا دكتور. هاجي بعد كده ده الكيرف، طب انت عايز تروح تعمل في انهي اكس؟ اكيد في الزد. طب في انهي مكان؟ مثلا حاجه اقول له ابتدي الايفكت من سنتي 2 لحد سنتي 8، يعني معنى كده واشغل ليميت ايفكت. يبقى انت كده كانك قلت له روح اعمل لي امر تيبر بدءا من السنتي 2 اهو اللي هو هنا لحد سنتي 8 هنا، هتشايف؟ يبقى الحته دي هي اللي فيها التيبر بس، ده الاماونت وده الكيرف بتاعها، والليميتس اللي هي دي كده اللي هي بدايه من هنا دي اللور ليميت ودي الابر ليميت. وصلت؟ تمام وصل. طيب بصوا بقى، كان في تاسك من شويه هم كانوا بيعملوه. لو انت عندك مثلا الاوبجكت اللي هو عباره عن كيوب، انا عايزه ان هو يبقى عباره عن شكل كارو. طبعا مش قصتنا يعني، انا مالي ومال الكوره، مش هروح العب بيها يعني، لكن هي ليها مغزى والسؤال ليه مغزى، يعني ازاي ان انا اقدر اقلب الشكل اللي هو الكيوب ده بالسيجمنت ستات والشكل المدور. حاجه احنا خدناها اه، في من اللي احنا خدناه يقدر يعمل الكلام ده. يعني انا لو جيت للاوبجكت ده كده وفرضا جيت يا اولاد كده من موديفاي وطلبت بند وجيت قلبته من هنا 360 بقى، بس طبعا للاسف هو محتاج سيجمنتس في الطول وفي العرض وفي الارتفاع. طب انا طلبت امر بند اهو، ايوه ماشي، بس هي ما قلبتش كوره، فانا هضطر ان انا اروح اعمل بند تاني. ايه ده؟ هو انا ينفع اعمل اكتر من بند؟ اكتر من بند واكتر من تويست واكتر من تيبر، المهم تتشقلب لحد ما تقدر توصل لشكل الديزاين بتاعك. حتى يعني ان شاء الله لو حاجه اورجانيك زي بتاعت زي حديد، لو انتوا تسمعوا عنها الله يرحمه. طيب في حاجه اسهل، بس خد بالك هو برضك ما عملش كور، ما انت غير الاكس بقى، اكتب هنا 360 درجه تاني اهي وغير الاكس. طب تمام، في حاجه اسهل؟ اه طبعا، في عندنا من موديفاي هتلاقي في عندك امر اسمه سفيريفاي. طب ده بيعمل ايه؟ بيقلب لي الشكل عندك ده شكل كوره، طبعا البرسنتج بتاعته قد كذا على حسب الشكل اللي انت عايزه. طيب قول لي بقى الهدف في اصلا ان انا اقلبها لك كوره، انا مش فاهم يعني انا عملتها لك كوره يعني. طب ايه الهدف منها؟ هقول انا فرضا ان انا برضك اهم حاجه ان انا اروح احط مقاسات عندي للايه؟ للشكل بتاعي. 10 في 10 في ارتفاع 100، ودي مش قاعده، ده خلي بالك اي قيمه تكون انت عارف مقاسها. وبرضك للاسف خلي بالك من السيجمنتس، وخلي بالك برضك من الهايت سيجمنت، عشان ده مطلوب عشان يديك النتيجه بتاعتك. طيب ايه الهدف بقى من اللي انت بتعمله بقى؟ سواء كمان في الاكستيرير او حتى في الانتيرير، بتلاقي في عندك سلالم وفي عندك عمودين يمين وشمال، بيبقى فيهم كوره، ممكن تبقى جبس، ممكن تبقى خشب، ممكن تبقى نحاس، حتى في الانتيرير من جوه في السلالم اللي طالعه، ما اعرفش حد شافها قبل كده يا اولاد اه ولا لا.
محدش شافها قبل كده؟ شفتها. طيب اعملها ازاي؟ طيب ايه اللي انت محتاجه؟ اولا انا محتاج اجيب امر زي اللي انا كلمت عليه في امر الول من شويه، امر اسمه اداه مشي. ماله ده؟ ده بيروح يديني امكانيه ان انا اعدل في الكتله بتاعتي عن طريق كذا حاجه. اولهم فيرتكس، ممكن امسك مجموعه نقط كده، ممكن اروح جاي ماسك مجموعه ادجز اهي، ممكن امسك فيسز لو حد فاكر ان كل سايد رباعيه دبل فيس. في عندي هنا ادي بوليجون، ممكن امسك اللي هي المربعات، ممكن اليمنت شكل فكوي. ايوه انا هعمل بيه ايه يعني؟ مش فاهم. انت هتيجي للفيرتكس وتمسك مجموعه الفيرتكس اللي هي دي كده مثلا، وانت ماسكهم، وخلي بالك انت بتعمل سيلكت من الفرونت ليفت رايت ما عدا البرسبكتيف، لان السيلكشن هنا هيبقى بايظ. بص هيبقى عامل ازاي؟ فانت لما تيجي تعمل سيلكت اعمل سيلكت من الفرونت في اي حته فوق او تحت مش لازم يعني. طيب بعد ما انت عملت سيلكت، وانت عامل سيلكت روح حط له فري فايل. هو عمل ايه؟ عشان كده. طب ما في حد يقول لي طب ما انا بعد الوجع القلب ده كله، طب ما كنت جبت سفير وحطيتها فوق البوكس، طب والعلاقه ما بين الاثنين دولت هتعملها ازاي؟ هتشايفها؟ حد يرد؟ لا دكتور عادي. شكرا. طب انا عندي بقى مشكله، وفي سؤال مهم لازم حد يساله. ايه هو؟ سؤال في منتهى الاهميه. ممكن لو عايزة أكرر. ممكن اكرر، بس انا هضطر للاسف ما ارجعش لاديت مش دي، وممكن اجي اقول له انا هطلب اديت مش تاني. ليه اديت مش تاني؟ عشان امسك فيرتكس تاني، ما ينفعش ارجع للاوامر القديم وامسك كده. وخلي بالك على حسب السلكشن، على حسب ريديوس الكور اللي هتطلع اهي، واجي اقول له اديني سفيري فايل. بس برضك لسه يفضل معانا سؤال مهم. ايه هو؟ سؤال في منتهى الاهميه، تحبوا نطنشه خلاص مع انه مهم جدا. ممكن تغيير الحجم مثلا؟ الحجم ده على حسب السلكشن اللي انت عاملاه، على حسب ما انت عامله سلكشن يعني. كل ما كان عدد السيجمنتس والمساحه اكبر كل ما كان الريديوس بقى اكبر. نطنشه خلاص ونكمل. المهم أغير المهم ممكن أضيف له تاني مثلا غير السفير؟ لا ما هو انت خلي بالك، انت المتاح بالنسبه لك في امر سفيريفاي ممكن اغيره، بس اغير الشكل كده فقط يعني، ده المتاح يعني. انت لما تيجي تمسكي مجموعه فيرتكس كده وتيجي تطلب لها سفيريفاي تبقى كور البرسنتج بتاعتك اهي. هتشايف يا اولاد؟ يعني القيمه اللي انت ماسكاها بيبقى على حسب النسبه اللي انت عاملاها كده. هتشايفها؟ فين السؤال؟ متهيألي بقى نسيبه عشان الوقت، صح؟ ولا ايه رأيك؟ طب هو لو عايزة أعمل edit للإلمنت ده بعد كده بقدر أعمله؟ جدع عينيا، بس يعني ايه اديت للالمنت ده؟ يلا يعني قولي عشان أغير تاخدي مثلا الخمسه. الدايمنشن بتاعتي، معرفش لا دايمنشن، لا الدايمنشن بتاعتي، مش دايمنشن. أغير بس ارتفاع نازل وطالع مثل الفيرتكس، عشان ده تحت أو أعلى فوق. او حتى اغير لونه، ما هو انت عايزه تدي ده نحاس مثلا وده خشب مش ده. بعمل دي سل... بعمل ديتاتش من جدع برافو الأوفر. عليك كده، انت خدتي ال5 درجات وطارت من نيره. تعالي هنا كده واقول له هنا اديت مش، مش هرجع بقى لاديت مش القديمه ده، انا هاجي يا عمرو اروح ماسك الفيرتكس واجي اقول له لو سمحت اعمل لي ديتاتشن، يعني افصل دي عن دي. وهو ده اصل المطلوب، اصل المطلوب ان انا ادي دي خامه، طبعا دي مش خامات ده مجرد الوان اهو، وهدي لي دي خامه نحاس جبس اي مكان الشكل، يبقى زيتونه اللي كانت معلش هنا ممكن تاني يا دكتور، ازاي عملنا عاش. ريتاتش؟ بص ده الاوبجكت، حاجه اخش من موديفاي، مش هرجع هنا كده على اديت مش القديمه، لا ده انا هطلب اديت مش جديده. ليه الكلام ده؟ عشان اجي من جواها امسك فيرتكس، واجي من هنا احدد عدد الفيرتكس اللي انا عايز افصله. ثم من تحت هتلاقي في حد حضرتك هنا في حاجه اسمها جنب اتاتش في ديتاتش. طب ده عمل ايه؟ فصل الكتله دي عن الكتله دي. اقدر امسك دي كده واقول لو سمحت روح اديني مثلا هنا لون كذا. وصلت؟ وصلت يا تمام اولاد؟ تمام تمام دي الاهميه، او الاهميه بتاعت ان انا اروح احول بوكس الكوره، ده الزتونه بتاعتها يعني. حد يعرف يعملها ولا عيدها تاني تحبه؟ تمام تمام طب حتى الناس ساكته، حد يحب عيدها تاني؟ لا نجرب يلا هات بينا المجموعة جرب وابعت لي.
اهم. معلش يا دكتور، هو ال detach بجيبه منين يعني؟ هقول لك من بص، الواي ولا؟ ما هو بص، انت عندك الاوبجكت بتاعك اهو اللي انت عملتيه له سفيريفاي، صح؟ ده اخر طيب حاجه سفيريفاي. طب انا هعمل ايه بقى؟ المفروض ديتاتش هتلاقيها جوه اديت مش، اوعي ترجعي نيره عندك للقديم. حضرتك هتيجي هنا كده وتقول له هنا اديت مش تاني، وحضرتك هتيجي تخش من هنا على فيرتكس تالت، واروح ماسك كميه الفيرتكس اللي انا عايزهم واقول له لو سمحت اديني ديتاتش اهي. شخص يقوم اعطاني. يبقى كده فصل. هو انت محتاجه ان هو يفصل عشان تدي ده لون وده لون. وصلت؟ تمام يلا تمام واللي شكرا. خلص يبعتها لي. طيب احنا لو جينا فكرنا فيها كده، يعني على شكلها ده، وانا عامل لها جروب، هو دي فيها ايه؟ انا بكلمك وانت بتفكر، يعني دي في سن مدبب وواضح ان هو نازل على واسع، فشكله تقريبا كده شبه الكون. يبقى انت كده وصلت لاصل الكتل، بس هي متنيه. هو ايه اللي بيتنيها؟ ما خدنا امر بند. فانت بتبتدي تحليلك للكتله الاول، خدت بالك؟ يعني انت هتيجي الاول اروح جاي اعمل كون، واحده واحده، خدت بالك؟ اهي. طب ثم حاجه هنا كده واقول له لو سمحت زود لي سيجن، حاضر. طب وبعد كده هتيجي من الموديفاي وتقول له لو سمحت روح اعمل لي بند. طيب كام درجه؟ انت وعينا، وممكن تغيرها وممكن تغير ريديوس. عشان كده لما يجي لك العميل فانت دايما ايه، روح نعمل انستنس. لو انت العميل دايما ايه بيغير كتير، هتاخدها هنا ايه ميرور انستنس. همسك النسخه دي واروح اعمل لها ميرور تاني يا مصطفى، انستنس برضه، شايفها؟ تمام هتمسك الاربعه دولت، واحنا خدنا روتيت مع انجل سناب. عايز كام واحده مثلا يا مصطفى؟ عايز 20 واحده، يبقى 360 على 20 يا لينا يبقى كام؟ 18. وهاجي هنا كده شيفت واروح لافف كده مره واحده واقول له لو سمحت انستنس برضك انا عايز 19 غير الاصل. جه العميل قاعد قدامك، طيب باشمهندس معلش هي دي محتاجه الريديوس يكبر، حاضر اهو. واجي اقول له عايز انهي ريديوس؟ ريديوس الكون، حاضر. وهو قاعد يعجبك كده يا باشمهندس اهو. ما انت القصه مش ان انا احل والسلام، هي القصه ان انا احل ويبقى عندي سهوله في التعديل، ما اقعدش اعقد نفسي وارجع ايه اعيد الفيلا او اعيد الديزاين بتاعي من اول وجديد. طب لو سمحت البند محتاج يتغير، وكل اختلاف هتعمله هيديك شكل مختلف، مش عارف حد شايفه ولا لا، سواء كان شغل زخرفه في الواجهه، سواء كان لعب في الانتيرير من جوه، على حسب. عدى معايا؟ وصلت؟ يلا اللي خلص يبعتها لي وانا هبعت لكم الفايل دلوقتي. كان في امر احنا خدناه في المحاضره الاولى ويمكن النهارده كمان عدته كام مره، اللي هو موضوع البروبوليوم، او ان انا اروح اطرح او افرغ قيمه حاجه من حاجه. بص هو ده ما فيهوش مشكله، بس ده ما بيحبش الاندو. يعني يوم ما تيجي تعملي اندو كانك انت غلطتي في حاجه ورجعتي في كلامك، هو ما بيقبلش الكلام ده، واحيانا كتير قوي بيضرب الكتله وممكن تلاقيه قفلك الماكس. فاصلا الستبس او الرول بتاعت الامر ده ان انت تخلي بالك، او ان انت تاخدي بالك وانت شغاله بتطرحي ايه منين. طب ايه المطلوب؟ لو انا حبيت اروح افرغ كتله، حبيت افرغ قيمه باب او شباك، وده حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا بناخدها في مرحله الكي جي اللي احنا بتاعتنا دي. حلو قوي يا عبد الله. طيب بص بقى، تعال ناخدها بقى واحده واحده عشان ده الامر ده مهم قوي. لو حد منكم فاكر، لو انا حبيت اطرح كتله من التانيه كنت انا بعمل ايه؟ خدناها في شكل كبسول وعدتها النهارده تاني في موضوع الدولاب لما كنت بكلم مع مصطفى. يومها ما كملتش يا دكتور، نعم، الكهرباء قطعت. ايه ده اللي ما كملتش؟ اليوم ما كنت حضرتك بنطرح الحاجة من حاجة لا ده النهارده، من الكهرباء النهارده قطعت. ساعة البوكس. تمام. هاجي اخد دي شيفت كده واكرر دي كده كوبي طبعا. طيب مين الطارح ومين المطروح منه؟ الطارح اللي هي عبارة عن مجموعة سلندرز كانها شبابيك، طب المطروح منه مين؟ اللي هو البوكس. فانت الاول بمسك الحاجه اللي انا هطرح منها، وهاجي هنا كده من كومباوند، ادي ستاندرد اكستندد كومباوند. في امر اسمه بروبولين. بروبولين ده اللي هو بيعمل ايه؟ بيطرح شيب من شيب. بس خد بالك هو مش بيطرح بس، ده هو ممكن يطرح ويعمل يونيون او يجيب انترسكشن او سبستراكشن مثلا او ميرج.
فانا هنا هاخد ايه؟ سبتراكشن، انا بطرح شيء من شيء. فحاجه اقول له ستارت تيكينج واجي اخد الاوبجكت دي كده، هتشايفها؟ طرح. تمام. طب تمام. طب تعالى بقى نعمل مثلا هنا شباك، نجرب تاني ونعيد. انا عندي هي مثلا ده جنب اهو، خلاص. بص كده لما هاجي ارسم الشباك نفسه، بص كده في الطب، هو ماسك على الايدج وطالع وقطع في مين؟ في الشكل. هطرح من ده، من ده ازاي؟ بس خلينا نتكلم بقى بصوت عالي بالمنطق يعني. يلا حد يمليني اللي فاكر ايه؟ حدد الأول هنطرح عامل بوكس حيطة. ازاي؟ اه بوكس اللي هو الحيطة، ماشي. ثم هروح احطه في ليه؟ اهي، كومباوندر واجي اقول له ستارت، صح؟ واخد دي، صح؟ اه تمام. بس انا كده عندي مشكلة. طب هو انا هعمل الشباك ازاي؟ نعمل كوبي بقى قبل ما نغير موفي ونعملها كوبي. اه يعني انا ممكن اروح اجيب بالسناب، اروح اجيب ارسم امر بلين، او اروح ارسم بوكس، بس ده هيكلفني. طب وانت توجع قلبك ليه؟ قبل ما تقول له هنا ستارت تيكنج، انت هتيجي تقول له هنا ايه؟ اوكي يعني روح اطرح وسيب لي نسخة من ده. هو كده طرح. اه بص كده، هتشايف حاجة؟ تمام. طب تمام. اه طب ماشي، بس الشباك ما بيكونش تخانته كده. هتروح انت جاي من هنا كده وقايل له لو سمحت تخانتك زيرو. طب ماشي، بس ده مش شباك. هتلاقي في عندك هنا من موديفاي، هتلاقي في عندك امر هنا اسمه ايه؟ بس لاتس. بيعمل ايه لاتس؟ بيشيل لي الكتله ويسيب لي السيجمنتس بس. طب ثم حاجه اشيل من هنا الجوينتس، ما هو السيجمنتس دي او امر لاتس بيسيب لي جوينتس ويسيب لي ستراتس اللي هي السيجمنتس بس. طب إذا أنا من الأول أعطيته سيجمنت بالنص اه ومن بالظبط جدعه. طبعا شوف انت بتقللي سيجمنت الريديوس بتاع الشكل اهو. حاجه هنا ادي بوكس، وحاجه زود لين سيجمنت ويت سيجمنت. بصي شباك ده ولا مش شباك؟ بعد تمام. ممكن جوه امر لاتس واروح جاي هنا مزود السايد عشان الشكل الزخارف والحاليه. طب معلش، طب انا عايز اعمل ازاز بقى، هعمله ازاي؟ نعمل كوبي للبوكس وبعد كده أشيل الليتس اه يعني كليك يمين لكن نعمل اقول له هنا لو كمين سمحت روح اعمل لي هنا كلون. كلون يعني ايه؟ يعني بيعمل لي نسخه في نفس المكان، واجي الغي منها امر لاتس. يبقى انا كده عملت عظم. انا هعيدها تاني، عملت عظم وعملت الازاز. طب بس الازاز ده مش شفاف، ممكن رايت كليك واجيب البروبرتيز بتاعت الاوبجكت واجي اقول له لو سمحت فيزابيلتي مؤقتا لحد ما ناخد ماتيريال الازاز، اخليها لي 0.4 مثلا. وصلت؟ تاني بقى، يلا واحده واحده، واقل من واحده واحده كمان، وان شاء الله عيدها 100 مره. بص، او حتى اللي فاكر ممكن يملي خطوه بخطوه كأن انا ما اعرفش ماكس وحد يملاها واحده واحده. يلا ادي شباك اهو، يلا اللي فاكر ايه؟ compound objects ايوه بس خدي بالك كومباوند اوبجكت مش هيشتغل الا لما تعملي سيلكت. هعمل سيلكت على مين؟ بس الحيط جدعه اهي. ثم propylene. اهي، ثم بعدين هناخد أول شي copy نكبس على جدع، برافو copy عليك، كوبي اهي وستارت بيكنج. طرح، كليك يمين اخرج من الامر، طرح وساب لي نسخه. بعدين lattice لا ما هو بعدين لو انت عملتيها كده، بص انت بص الشباك هيبقى عامل ازاي. لازم الثيكنس بتاعت امر البوكس تبقى زيرو لانها هو بلان احنا دي. عدلناها بعد ما حط عملنا اللاتس جدع. اجي هنا كده ادي في لاتس السيجمنت واسيب الستراتس بس اللي هي سيجمنتس، اغير ريديوس، ازود سايز لو عايز اهي. عايز ارجع ازود سيجمنتس، هرجع هنا ادي البوكس وازود له هنا لينث سيجمنتس ويت سيجمنتس اهي. طب عايز اعمل ازاز نعمل right click clone لون، ثم كوبي والغي امر لاتس. اي ماشي، بس الشباك ده لازم بيبقى شفاف شويه. هكليك يمين بروبرتيز وقول لو سمحت خلي الفيزابيلتي بتاعتك مثلا 0.5 مثلا، الشفافيه بتاعتك. وصلت؟ لا تقيل. طب بروبرتيز تاني، امسك الكتله بروبرتيز اهي وقول لو سمحت خليها لي 0.3 اهي. وصلت؟ وصلت ولا عملها تاني؟ وصلت حد من الناس ساكته يحب يعملها تاني ولا تعملوها؟
نعملها. يلا عندي نجرب وجه، الأول. يلا جرب، ولو في حاجة عايدة تاني ما هي نقول.